قلت في حلقة سابقة مميزات المرأة الروسية بس حاجات عابرة، واتكلمت على المرأة الأوكرانية كذلك. النهاردة مميزات المرأة الروسية في 7 نقط رئيسية. في ال7 نقط دول هناقش فيهم كل نقطة كده ايه برضو بريفلي، مش سريعا، او مش قصدي مش طويلا ولا سريعا، يعني هديك المفيد بسرعة كده. اول نقطة هي انها مرأة مدبرة، الزوجة الروسية ستنعم معها بالتدبير، يعني مفيش صرف كتير، مفيش هري كتير في المصروفات على ما لا ينفع. طبعا ده الاغلبية، في جزء 10% جعانة، جعانة بمعنى صح، ما صدقت انها اتجوزت علشان تجيب حاجات كتيرة نفسها فيها ما كانتش عارفة تجيبها قبل كده او ما عندهاش، وكتير ما عندهمش لكن مش جعانين قوي كده، لكن في صنف كده. دي ميزة رئيسية، ان انت مصروف البيت ما بيتهلكش بسرعة لو انت نبهتها لحاجة بتلتزم بيها لحد اخر الشهر وكل شهر. بتتعلم كويس، ودي النقطة التانية. التعلم عندها زي ما تقول ايه، ثقافة سوفيتية قديمة متعودة عليها، دايما بتبقى حابة ان هي تتعلم الجديد. لذلك لما الواحدة من دول بتحب جوزها بجد بتتعلم ثقافته وبتسأله في كل التفاصيل، لدرجة ان الراجل احيانا بيتخنق يقول لها هو مش كفاية، ما تروحي تعرفي بنفسك، ما تتعرفي او يبقى لك اصحاب من بلدي علشان تعرفي ثقافتي، انا مش فاضي اقعد اعلمك عن الدين عن الثقافة عن العادات عن اهلي عن الزمالك عن كل حاجة. لكن هي دي عادة الروسية، بتحب تتعلم. الناس بتفهم ساعات، الرجالة بيفهموا هذا الموضوع على اساس ان هو حشرية عايزة تتدخل فيما لا يعنيها، لكن ده مش صحيح. انا اسف على الهواء ان في هواء بيطير الصوت شوية، لكن احاول اعلي صوتي علشان الفكرة توضح. الحاجة الثالثة، هي ممكن تكون المرأة الروسية طباخ فاشل في نظرك، لان هي المطبخ الروسي عموما فقير، ما فيهوش انواع كتيرة او تفاصيل كتيرة او مراحل مختلفة للطبخة، هي مرحلة واحدة او مرحلتين بالكتير. لكن حاجة تتقطع وتتسلق وتتدبل وتتساب وبعد كده تتسلق تاني او تتشوي او كل الحدوتة دي مش بتاعتهم، والدريسنج والكلام ده كل ده حاجات اضافات ما بيعملهاش غير المحترفين، ومعظم الزوجات ما بيبقوش محترفين. فافترض ان هي طباخ فاشل لكن بتتعلم كويس، بالذات في الطبيخ، لو علمتها مثلا طريقة عمل الكباب المصري هتعمل لك 30 يوم في الشهر كباب مصري، علمتها شوربة العدس المصري هتعمل لك 30 يوم شوربة عدس بالظبط زي ما انت معلمتها، هتكفرك فيها، هتكرهك فيها. فدي الحاجة التالتة. رابع حاجة، بتحب دايما زي ما قلت لك التعلم، لكن الاستكشاف. الاستكشاف دي ميزة يمكن مش موجودة عند معظم الزوجات او معظم العربيات. الزوجات العربيات ما بتحبش ان هي تستكشف الحاجة، بتحب الضمان والاطمئنان والاستقرار. الروسية نفس الكلام، بتحب الاستقرار لكن معاه لازم حتة كده استكشاف، تقول لك مثلا ايه في فسحة مثلا رحلة كذا ما تيجي نروح، طب المكان الفلاني ما تيجي نشوفه، ده ماما مثلا وخالتي رايحين كذا، طب ما تيجي نروح معاهم نتفسح نشوف المكان ده ونستكشفه. دايما عندها استكشاف، مثلا في اكل جديد تعالى نتعلمه، ففي دايما حب استطلاع، حب استكشاف، حب تجريب، وده ميزة وخطر. الخطورة فيه ايه؟ انها ممكن تجرب حاجة مش كويسة. الميزة الخامسة، الزوجة الروسية مهذبة، 80% منهم 85% منهم مهذبة اخلاق، الكلمة القبيحة الخبيثة ما تطلعش من لسانها. واحد يجي يقول لي، او ناس كتيرة فعلا جات قالت لي لا عادي الكلام ده بيتقال في كل حتة، الكلام بقى اللي هو اللي انت عارف بس هو قبل نخنيا وكل الكلام اللي هو انا مش عايز اقوله بالكامل ده عشان احنا في رمضان يعني. الكلام ده بيقول لي كل البنات بتقول الكلام ده. بنات مين؟ البنات اللي انت بتشوفهم في البرامج الكوميدي شو، البنات اللي انت بتشوفهم في التيك توك بيقولوا كلام خبيث، زي عندنا في الوطن العربي لما بتفتح التيك توك بتلاقي بنات بتقول كلام خبيث. بس هل كل البنات المتربيات اللي في الشارع من قرايبك من معارفك من اللي بتشوفهم بيتكلموا الكلام ده في حوارهم اليومي، في حوارهم حتى من صحباتهم؟ اعتقد لا. فهو بالظبط روسيا نفس الكلام، الكلام الخبيث ده تشوفه في الاعلانات في مش عارف ايه، وفي البنات الواقعه
ايه اللي ممكن الواحد يتعرف عليهم او يقابلهم في طريقه. لكن معظم البنات الكلام ده خبيث سيء لا يعبر عن عفة المرأة الروسية. فالكلام ده على أقلية اللي هم بيقولوا الكلام الخبيث، الأغلبية مش كده. ودي ميزة. الميزة السادسة بقى، الميزة السادسة دي هي زي ما تقول ايه، رجولة، رجولة وجدعانة. المرأة الروسية عندها جدعانة ورجولة كبيرة جدا، وممكن لمدة طويلة. بمعنى ان انت مثلا ابسط مثال، اما بتيجي روسيا ومش عارف حاجة بتبقى زي لوالدتك، معتنية بيك اعتناء فوق العادة. وده النقطة السابعة على فكرة، بس خلينا في حتة انها اعتمادية. يعني ايه اعتمادية؟ يعني تسيبها فترة وتكلفها ببعض المهام ترجع تلاقيها خلصت المهام كلها. التزام، انتظام. وده معظمهم برضو مش كلهم، في بنات مهملة تقول لك لا ده انا افتكرتك عايز كذا مش كذا واللوع ده. في النوع ده، ما قلتش ما فيش، النوع ده موجود، لكن الاغلبية ايه؟ التزام. فعلا تقول لها انا جاي عشان اعمل اقامة مؤقتة ثم دائمة، وادور على شغل واعمل رخصة واجيب عربية واشغلها تاكسي بتساعدك في كل المراحل دي فوق ما انت تتصور. احيانا بتعمل لك احيانا اوراق واجراءات انت ما تعرفهاش، وبتسأل وبتعرف. في بنات قبل كده قلت في حلقة سابقة الفتاة الخالية الذهن، ممكن تبقى اوكرانية او روسية، الصنف ده موجود في المنطقة دي عادي، تعمل لك فيه انا مش عارفة منين ازاي انهين انهون، فتلاقيها ايه مفضية دماغها ومش عايزة حتى تتعلم. ده صنف سيبك منه، انا ما بتكلمش على دول، دول قلة. الاغلبية بتعرف، ولو مش عارفة بتسأل وتتصل وتروح وتيجي، حتى في الكارانتين والدنيا مقفلة بالتليفون وبالإيميلات بتشتغل وتخلص كل الإجراءات اللي انت عايزها. اعتمادية درجة أولى. النقطة السابعة والأخيرة هي الأم. لو كنت فقدت أمك وانت صغير، الله يرحمها ويوسع عليها وعليك، دي بتبقى أمك التانية. فعلا المرأة الروسية تصلح تبقى أم لجوزها قبل ما تبقى أم لابنك. بتبقى تعبان مثلا، تبقى انت مخنوق تقول لها ابعدي عني انا مش عايزه، مش طايق ريحه الاكل، مش طايق، ابعدي عني، تلاقي تيجي لك بعد شويه تكرر عليك نفس السؤال. زي امك بالظبط في مصر، زي امك في الوطن العربي، حريصه عليك مهما تبعدها ترجع لك تاني. تقول لك ما انا مش هسيبك جعان، ما انت مش هتنام كده، مش هسيبك عيان وحرارتك مرتفع، طب اجيب لك دواء، طب اكلم الدكتور، طب وتلاقيها بتتصرف وفعلا قلقانه كامك. بينما في زوجات في مناطق تانية وفي دول تانية وفي ظروف تانية وأخلاق وتربية تانية، تلاقيك مثلا ابعدي عني خلاص براحتك، اعيا ولا موت أنا مالي. في ستات كده، وفي من الروس كده، لكن الأغلبية مش كده. 90% من الحالات اللي بشوفها واسمعها ألاقيهم فعلا حريصة زي الأم. حتى لو انت قلت لها خلاص انا عارف الموضوع ده بيتعمل ازاي، سيبك مني دلوقتي افصلي عني، تقول لك لا برضو ما انا، طب خلاص طمني اما تخلص. طيب تلاقيك ما اتكلمتش لحد الساعة 5 تتصل بيك تقول لك عملت ايه، خلصت ورقك، خلصت حاجتك. ماما ام حقيقية ولكن في صورة زوجة. فانت هتستفيد من المرأة الروسية كأم وزوجة. اقول لك، اضيف لك من البيت شعر كمان، الأوكرانية تتميز بانها زي الام وبتعتني بالزوج كويس قوي. ودي كانت نهاية الحلقة، وشكرا على متابعتكم، ومش هقول لكم بقى اشتركوا في القناة والكلام ده، اللي عجبوا الحلقة يشترك، ما عجبتوش خلاص ربنا يوفقك في الحلقات الجاية يمكن تعجبك. ونشوفكم على خير في حفظ الله، السلام عليكم.